تكثر على مواقع التواصل الاجتماعي الحسابات يلي بتسوق لنفسها على انه اللي مصورين طبعاً. محترفين فوتوغرافيين طبعا، الا ان الاحترافيه الحقيقيه تبدو جليه في صفحه المصور مشاري النجم الذي يختلف كثيرا عن غيره. فالتقنيات التي يستخدمها الاخير جعلته ماده دسمه على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما في انستغرام. يضاف الى ذلك تفرده بمهارة دمج الصور التي أضافت إليه هوية خاصة يصعب استنساخها، وفتحت له احترافيته طريقا لعالم التسويق والدعاية والإعلان بالوطن العربي. نانسي لم يقتصر عمل مشاري على الأمور المحلية والإقليمية، بل ذاع صيته حتى وصل هوليوود. فعلا، وذلك يعني سنحت له الفرصة أن يصمم هذا الغلاف الترويجي لفيلم The Misfits الذي يلعب دور البطولة فيه الممثل العالمي بيرس بروسنان، ليكون بذلك من العرب القلائل الذين وصلوا إلى هذا المقام. يسرنا اليوم أن نرحب بالمؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي والمصور الفوتوغرافي المحترف مشاري النجم. صباح الخير مشاري، وأهلا وسهلا بك معنا على سكاي نيوز عربية. يعني الاحترافية التي أنت فيها اليوم متقدمة للغاية، لو بتحدثنا قليلا عن مشوارك، كيف بدأت وكيف تمكنت من أن تصل إلى هذا المستوى المتقدم اليوم؟ أول شيء صباح الخير، يعطيكم العافية، ما قصرتوا على هذه المقابلة. كبداياتي بديت مثل أي مصور هاوي، حاولت أني أسوي شيء مختلف. جربت كل المجالات بالتصوير، حبيت المجال البورتري اللي هو تصوير الأشخاص وتعديلهم بالفوتوشوب وتغيير الباكراوند مالهم وكذي. كنت أحب يعني الخيال، عالم الخيال بالصور اللي هو البوسترات الأفلام باتمان سوبرمان هذيلة، فكانت وايد تشدني. كنت أبي أوصل بس أني أسوي يعني أبحث أن شلون هم كانوا يسوون هذه البوسترات من خيال وكذي، فاتجهت حق هذا اللاين من التصوير اللي هو دمج الصور والتعديل الرقمي الفوتو مانيبوليشن، لأنه هو في عالم كبير، عالم يعني يوديك للخيال اللي أنت ممكن يعني الشيء اللي ما تتصوره ولا تتوقعه تقدر أنك أنت تسويه بهذا البوسترات. فعلا حديث ملهم مشاري، وخصوصا أنك ذكرت موضوع أنه أنت كانت تستهويك البوسترات الخاصة بالأفلام، واليوم نجدك وصلت إلى هوليوود وصممت بوستر أو الغلاف أو الصورة الرسمية لفيلم The Misfits يلي فيه أبطال كثير من عالم هوليوود. كيف وصلت لهوليوود؟ كلمني الأستاذ رامي، كان وايد معجب بالشغل اللي أنا قاعد أسويه يعني بالإنستغرام، إنه شاف بوسترات الأفلام. أنا يعني تقريبا بالكويت مسوي 90 أو 80% من بوسترات الأفلام عندنا بالكويت، أنا مسوي ديزايناتهم وتصوير يعني، فقال لي أبي أوصل بس هذا المستوى يعني. فجربنا، حاولنا ان نسوي كذا ريفرنس لما وصلنا حق البوستر الرسمي مال ذا ميسفيتس. طبعا هذه كانت وايد فرصه حلوه يعني بالنسبه لي، وشيء يعني حلم، يعني حلم اي مصور ولا اي ديزاينر بادي وهاوي انه يوصل للعالميه ويوصل الفن اللي هو قاعد يقدمه حق كل العالم. يعني بدايتك تكون بمحيطك اللي انت قاعد فيه، ان توصل حق الناس الفن اللي انت قاعد تقدمه، بس وايد حلو لما توصل حق العالمية وتخلي كل العالم يشوف الشغل والتعب المجهود اللي انت قاعد تقدمه بمجالك بالصور. نعم، ربما بالعالم العربي هناك يعني بعض الأشخاص وصلوا إلى هوليوود، ولكن أنت أظن أنك يمكن أول خليجي استطعت أن تصل إلى هناك بهذا العمل. أيوة، أي ان يعني لما خذوا بياناتي وكذي وقالوا ان انت اول يعني خليجي وصلت هوليوود بوستر هوليوود وبوستر يعني عالمي كذي رسمي قدام اليونيفرسال ستوديو،
فعلا يعني ألف مبروك، نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله بتكون فاتح على الكثير من الأعمال بهوليوود. بدي أسألك عن نقطة أخيرة، منشوف على صفحتك الكثير من الفيديوهات التعليمية اللي بتكشف من وراء التقنيات التي تستخدمها في دمج الصور والتلاعب فيها، ألا تخشى أنه بعض الناس يسرقوا هذه الأفكار أو سر المهنة مثل ما بيقولوا؟ فعلا لا بالعكس، يعني مو أنا اللي خلقت الموضوع هذا أساسا، هذا موجود الفن باليوتيوب من زمان والناس يعني تعرفه وموجودين الأدوات كاملة يعني قدام الناس، حتى أنا أقدم دورات يعني بالأشياء اللي أنا قاعد أعطيها وما أخفي بالدورة يعني مثلا تولز ولا شيء أني ما أعلم الناس فيها، لأن هذه بالنهاية أدوات موجودة أنت تقدرين توظفينها بذوقك بفنك بإضاءتك بألوانك، فيعني الأدوات هي مثل ما ذكرت أنها موجودة، فأنت بذوقك تقدر أنك تسوي ستايل غير عن الستايل اللي أنا قاعد أسويه. فعلاً عم تذكر أنه الأدوات موجودة، ولكن الأهم من الأدوات اليوم نتحدث ربما عن الفكرة بحد ذاتها. اليوم الأفكار اللي منشوفها على صفحته لمشاري مختلفة جداً، من أين تستوحي هذه الأفكار يا مشاري؟ الأفكار من وحي الخيال ولا من الأشياء اللي قاعدة تواجهنا بيومنا، ولا أن الناس يعني تتكلم بهالفترة عن موضوع معين لازم يكون خيالك أن أنت تكون سباق أنك تسوي فكرة حلوة شيء جديد يشد الناس، أهم شيء الفكرة مثل ما ذكرت، وتطبيق الفكرة يرجع عليك شلون أنت راح تقدمها على حق المشاهد، يعني راح تقدمها في ليفل، راح تقدمها بليفل عادي بليفل يشد بليفل وايد قوي انك انت تسحب يعني انظار الناس حق العمل اللي انت مقدمه. نعم مشاري النجم، بنصح الجميع حقيقة يتابع هذه الصفحة المميزة المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي والمصور الفوتوغرافي، كنت معنا ضيفا كريما من الكويت، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.